الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أزف إليكم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة مولد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وحفيده الإمام السابع من أئمة أهل البيت جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلوات ونبدأ مع النبي الخاتم الذي أطل في مثل هذه الأيام على هذه الدنيا نورا نبدأ معه حينما أضاءت جبال مكة وأضاءت بيوت مكة حينما استقبلت هذا المولود الذي كانت تنتظره لينقذها من الضلالة ولينقذها من الظلم ولينقذها من ليل طويل طويل ولد وكان على موعد مع اليتم فكان أبوه عبد الله قد فارق الدنيا وهو في بطن أمه وعاش في كنف أمه الطاهرة آمنة ولم يأتي أحد ليأخذه وليرضعه كما تعرفون كانت النساء تأخذ وتبعث أبنائها إلى البادية لمرضعة جاءت المرضعات وكما يقول التاريخ جاءت المرضعات فزهدت بأن هذا اليتيم لا أهل له ومن يأخذ طفلا ليس هناك له أهل وليس له هناك مال تقول آمنة أردت أن أرجع إلى بني سعد ولكني لم أحب أن أرجع خالية الوفاض فأخذت معي هذا اليتيم ولكن لما أخذته معي اخضر الجناب هناك وعمت البركات هناك في تلك المنطقة في تلك القبيلة وكأن النبي الأعظم ينظر إلى تلك الغيمة الصغيرة بعينيه الجميلتين وإذا بهذه الغيمة تكبر ثم تكبر ثم تكبر لتتحول إلى ذرات من المطر الذي يروي هذه الأرض فقد أمطرت هذه الغيمة الناس وهم لا يعرفون السبب لأنهم لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكبر وكان على موعد مع الموت مرة أخرى حينما هاجر وذهب مع أمه إلى الأبواء في المدينة وكان في الأبواء ما كان حيث أنه فقد أمه أيضا وشاء الله تعالى أن ينشأ يتيما ويرجع إلى مكة ولا أدري كيف كان يحس هذا الإنسان العظيم حينما يسمع الأطفال ينادون أمهاتهم وهو ليس عنده أم ولا أب كيف كانت آهاته وكيف كانت دموعه التي تحملها رياح مكة إلى حيث قبر أمه في الأبواء كيف كان يحس كطفل فقد أبويه في هذه المرحلة وهو بحاجة إليهما وعاش في كنف عمه أبي طالب سلام الله عليه لينشأ إلى جواره ولكن حينما كبر وحينما فارق عمه بقي وحده فاستفردته قريش وكانت مكة تنتظر ذلك الوعد وكانت كل حبات الكون وذرات هذا الكون تنتظر هذا الإنسان المنقذ
فكان الموعد في حراء حيث نزل الوحي الأمين يحمل أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فينزل النبي مبتهجا، فكانت البداية من هنا حيث جاء يحمل مشعل النور إلى كل هذه البشرية. لم يكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا للإسلام وللمسلمين فقط، لم يكن هذا النبي العظيم يرضى أن يحجم في فئة وفي طائفة معينة أبدا. كان هذا النبي يحمل الرحمة المهداة من السماء إلى الأرض، ولهذا أراد لنا هذا النبي أن نكون معه، لا أن نعرف اسمه فقط ولا أن نحبه فقط لصفاته الجميلة، فكان جميلا دونه كل جميل، وكان صاحب الخلق العظيم الذي حينما يراه الإنسان يعشقه، حينما رآه أطفال المدينة وبنات صبية المدينة، صبية بني النجار، التففن حوله وهن يقولن: والله إنا لنحبك يا رسول الله، وهم لا يعرفونه. أراد النبي العظيم منا لا أن نعرف اسمه فقط، وإنما أن نعرف نهجه، وهذا هو المهم. وأراد لنا أعداؤنا أن نعرف صلاة هذا النبي، وأن نعرف حجه، وأن نعرف زكاته، ولكن ألا نعرف جهاده، وألا نعرف أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وألا نعرف سيرته التي كان شديدا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لم يكن النبي لينا، ولم يكن النبي مهادنا فحسب، وإنما كان شديدا في ذات الله، وهذا ما نفتقده اليوم. المسلمون اليوم أشداء على بعضهم البعض، أشداء، الإنسان شديد على أقرب الناس إليه، ومستعد أن يقاطع ويعادي ولو طال المدى، ولكن مع الآخرين يبتسم لهم. كم واحد من المسلمين إذا رأى المسيحي يبتسم له، وإذا رأى اليهودي يبتسم له، ولكن إذا رأى ابن عمه أو رأى قريبه المسلم الذي يعيش معه ويشترك معه في دين واحد، في عقيدة واحدة، يعرض بوجهه عنه. هذا ما يعيشه المسلمون اليوم، وهذا ما لم يرده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في ذكرى الصادقين، الصادق الأول والصادق الثاني، نقف مع نقطة مهمة ولا أطيل. النقطة أننا أو لو أردنا أن نعرف ما هو الدين لقلنا هو الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. لم يكن نبينا يحمل شيء غير الصدق، لكن ليس الصدق بالقول، هذا بعض مصادق الصدق، أن الإنسان لا يكذب. نبينا كان يعرف بالصادق الأمين قبل البعثة، وكانت قريش تضع عنده الأمانات وهم أشد أعدائه، ولكن أن يكون الإنسان صادقا، وهذا المهم، صادقا في مواطنه كلها، صادقا مع ربه، صادقا مع نفسه، صادقا مع نهجه ومع خط هذا النبي، قبل أن يكون صادق في الكلمات. أن يكون الإنسان صادق في كلماته شيء جيد، ولكن أن يكون صادقا في نهجه في الحياة، يعيش مع الله تعالى بصدق، لا يحتال ولا يمثل ولا يكذب على نفسه ولا يكذب على حاله، وإنما يعيش حياته صادقا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مش صدقوا يعني ما يكذبوا، لا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحن أعطينا ربنا ميثاقا وعهدا حينما خلقنا، وحينما أخذ علينا عهدا أن نكون على هذا الخط حتى الموت، وإذا غيرنا أو بدلنا، حتى لو قلنا يا محمد مليون مرة لا ينفعنا ذلك، وإذا غيرنا أو بدلنا، حتى لو صلينا صلاة هذا النبي
وحججنا حج هذا النبي وصمنا صيام هذا النبي فإن ذلك لا يقربنا إليه، لأن النبي ليس عنده شيء غير الإسلام. النبي لم يدعنا إلى نفسه الطاهرة، وإنما دعانا إلى الدين الحق. ولكن تعرفون أنه في أفريقيا كانت الرسالة تنتشر عن أي شيء؟ في أفريقيا كان الناس يأذهبون إلى هناك الدعاة إلى قوم وثنيون، فمجرد أن يذكروا لهم اسم النبي ويقرأوا بعض الأناشيد كما عند الصوفية، فدخل الناس أفواج وثنيون يعبدون الأوثان، دخلوا جملة بالآلاف من الناس في أفريقيا عن طريق اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا الاسم لا زال يملك سحرا، وإن هذا الاسم لا زال يملك هذه القوة. هل استطعنا أن ندعو الآخرين إلى دين هذا النبي تحت هذا الاسم أو لا؟ نحن اليوم ما أعتقد في مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أراد لنا أعداؤنا أن نعيش الإسلام بالحكي وأن نعيش الكفر في العمل. أراد أعداؤنا أن نخلط بين الإسلام والكفر، وهذا لا يكون، هذا لا يمكن، هذا لا يريده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أراد من النبي أن نكون الصادقون، أراد منا إمامنا جعفر صلوات الله عليه الذي جاء ليضع حدا لفرح مرحلة الفتن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليعيد إحياء هذا الدين الذي كاد أن ينسى عبر الطغاة وعبر الظالمين الذين حكموا من بني العباس أو من بني أمية. جاء الإمام الصادق ليحمل مشعل العلم، وجاء الإمام الصادق عليه السلام ليفجر ثورة علمية، فكان في مسجد الكوفة كما يقول الرواة 900 أستاذ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. هذا هو نبينا وهذا هو إمامنا، فلنسأل أنفسنا أين هو موقعنا من هذه النهضة، من نهضة الصادق الأول والصادق الثاني اللذين حملا مشعل النور والهداية إلى هذه البشرية، ولا زالت هذه البشرية تعيش على تراثهم. نحن اليوم أيها الأحبة في هذا المولد السعيد علينا أن نحتفل بذكرى رسول الله بالفعل وبالعمل قبل القول، هذا هو المهم. اليوم المسلمون أمة كبيرة مترامية الأطراف، ولكن كما تنبأ النبي قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل رأيتم السيل الذي يحمل معه الأوساخ؟ لا قيمة لها. هذه الأمة الطويلة العريضة اليوم لا يهابها أعداؤها، لا يخشون منها، لا يحسبون لها حساب. نعم، إذا حسبوا حساب فلمن يحملون روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حسبوا حساب فلمن عاشوا تعاليم محمد فكرا وقولا وعقيدة وسلوكا. ولا تأخذهم في الله لومة لائم. دخل مجموعة من القبائل على النبي في مكة في أول دعوته ودعاهم الإسلام، عرض عليهم الإسلام وكان شأنه هذا. مجموعة من بني صعصعة بن عامر دخلوا عليه فقالوا له ماذا لنا من بعدك؟ ندخل الإسلام لكن شو نحصل من عنده؟ قال لا شيء، إن الأمر بيد الله يضعه حيث يشاء، أمر ليس لي. قالوا إذا لا نكون معك، كأنه قضية تجارة، الآن نصير معك ننصرك، ولكن إذا مت من ماذا يكون لنا من بعدك؟ قال لا شيء، لأن القضية ليست في يدي. وكان في أمس الحاجة إلى من ينصره، لكنه لم يستعد النبي أن يلعب لعب السياسيين، لم يستعد النبي أن يقول معلش نمشي الأمور وبكرة إن شاء الله يصير خير كما يفعل كثير من السياسيين. هذا النبي كان صلى الله عليه وسلم صادق مع نفسه وصادق مع قومه، لم يعدهم بجنات ولم يعدهم بأموال ولم يعدهم بشيء إلا بعد أن أخذ منهم موثقة وعهدا أنه أيها الناس طريقي هذا طريق صعب، إن أمرنا صعب مستصعب،
هذا الأمر ليس بالسهل. وصل إلينا عبر مسيرة من الدماء والدموع والآلام والآهات. هذا هو نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يريدون هذا النهج ما عليهم إلا يدفع الثمن. أيها الأحبة، لا تظنوا أن طريق النبي طريق سهل، إنه صعب ولكن ثمنه الجنة. هل ترون أن عمار بن ياسر وأبي ذر وغيره من الصحابة الذين ضحوا وآثروا وأبلوا بلاء حسنا وصلوا إلى ما هم عليه مجانا؟ كلا، كانت كلكم يعرف أنه كانت السياط تلوى على ظهورهم. بعضهم أوقدوا النار تحت ظهره، وخباب بن الإرت أوقدوا النيران تحت ظهره وكان جلده يخلع من النيران، وما كان ذلك يثنيهم عن التوحيد. كانت كلماتهم ولسانتهم تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن بمولدك أيها النبي العظيم نريد أن نولد. أطل علينا يا رسول الله، ألقي علينا نظرة، لقد مسنا وأهلنا وأمتنا الذل، وجئنا ببضاعة مزجات. ألقي إلينا نظرة منك يا رسول الله في عليائك لنحيا كما كنت تريد. ألقي علينا نظرة لنكون أقوياء. كنت تطلب من الله تعالى المدد فينزل عليك ملائكة مردفين. في بدر دعا الله تعالى ربه فأمده ب3000 من الملائكة نزلوا على خيولهم. هذه الأمة لا زال تحمل قدرات كثيرة ولكن لم تفعل هذه القدرات. نحن نظن أننا ما فينا نسوي شيء الآن، لا فينا نسوي شيء. علينا أن نعيش هذه الروح العظيمة التي حملها هذا النبي الأعظم في ذكرى مولده العظيم. نبارك لكم مرة أخرى، وأختم بهذا البيت الذي لتعطير القلوب والأفواه: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.